السلام عليكم، معكم خالد احمد من اسكيب برودكشنز، والنهارده بقدم لكم حلقه جديده من اي جي ان. واول خبر هنتكلم عنه النهارده متوقع ان انا هتكلم عنه الاول، وهو اساسنز كريد الجديده او اساسنز كريد اوديسي. يوبي سوفت اعلنت عن اللعبه خلاص بشكل رسمي، واكدت اشاعه كانت موجوده بقالها فتره ان اللعبه دي احداثها هتكون في اليونان، وباقي الكلام اللي كان بيتقال عن اللعبه ان الاحداث دي هتكون بعد الجزء اللي فات اللي هو اوريجينز. مفيش تفاصيل كتيره اتقالت عن اللعبه لحد دلوقتي، ومع عدم وجود تفاصيل زي دي في اسئله كتيره جدا بتتكرر حاليا. المفروض ان اللعبه دي نازله امتى؟ اللعبه دي مين اللي بيعملها؟ هل اللعبه دي اخذت وقت اكتر في التطوير وانها تاخد راحتها بدون انها تطلع بمشاكل، او ما نحسش انها في تجديد في اللعبه او حاجه زي كده؟ واسئله كتيره جدا بتنطرح قدامنا، وهم ما حطوش غير فيديو صغير جدا مدته بتاع كام ثانيه وبس. حاليا في اسئله كتيره جدا، في ناس قلقانه اللعبه هيكون ايه نظامها، وهل هنرجع للاصدار السنوي تاني من جديد ولا لا. واتمنى ان احنا نرجعش لحاجه زي كده تاني، ومجرد بس ان هم يعلنوا عنها ويقولوا ان اللعبه تنزل في 2019، وده زي اللي حصل مع فار كراي 5 لما اعلنوا عنها السنه اللي فاتت ونزلت في اول السنه دي. الخبر بعد كده كان برضو مفاجاه كبيره في الاسبوع اللي فات، وهو بخصوص بانجي الاستوديو مسؤول عن لعبه ديستني في الوقت الحالي، وفي شراكه حصلت ما بينهم وبين شركه موجوده في الصين اسمها نت ايز تقريبا او حاجه زي كده، والشراكه دي في مقابل ان هم يعملوا لعبه جديده والشركه دي تنشرها. لعبه جديده تماما ملهاش اي علاقه بديستني، ومفروض ان هم واخدين تمويل ب 100 مليون دولار في الوقت الحالي لتطوير اللعبه دي. وعلى سيره ديستني، قبل اي 3 هيكون في زي لايف ستريم من بانجي هيعرضوا فيه كل المحتويات اللي هم المفروض مخططين ان هم يقدموها في السنه الثانيه من عمر اللعبه، ومتوقع بنسبه كبيره ان هم يتكلموا ولو حتى بنسبه صغيره عن الاكسبانشن باك الجاي اللي هم دايما بيسموه كوميت، واللي متوقع ان هو ينزل في خلال شهر سبتمبر اللي جاي من بعد نزول اللعبه بشكل اساسي بسنه. الخبر اللي جاي انا شخصيا بعتبره خبر كوميدي، وهو ان شركه ببجي كورب اللي هم عاملين لعبه ببجي اعلنوا ان هم هيرفعوا قضيه على ايبك جيمز اللي هم مسؤولين حاليا عن لعبه فورتنايت. طبعا احنا اتكلمنا عن الموضوع ده قبل كده، ان مخرج لعبه ببجي دايما بيتكلم عن ان فورتنايت سرق الفكره منهم، مع ان مخرج اللعبه كان شغال قبل كده على العاب هي اللي بدات فكره الباتل رويال زي المودز بتاعت ارما 2، او مثلا لعبه زي H1Z1، وبعد كده راح عامل اللعبه الخاصه بيه اللي هي ببجي، ودلوقتي جاي على اللعبه اللي هي تعتبر محقق نجاح ممكن نقول خلاص بقى اكبر من لعبه زي ببجي، وقرر ان هو يرفع قضيه عليهم، وبيرفع قضيه على الشركه تقريبا اللي هي عامله الانجن اللي هو عامل بيه اللعبه بتاعته. وعلى سيره فورتنايت، من فتره كان في اشاعات ان اللعبه محتمل ان يتم الاعلان في E3 ان هيكون ليها نسخه مخصوصه للنينتندو سويتش، والموضوع اتطور اكتر لتسجيل لعلامه تجاريه في كوريا الجنوبيه، لان اللعبه ممكن تنزل برضو على النينتندو سويتش. فاعتقد ان الموضوع ده بقى شبه مؤكد في الوقت الحالي، وهنسمع عنه قريب ويمكن في E3 خلاص الاسبوع اللي جاي. وبالنسبه لموضوع باتل رويال عموما، من اكتر الالعاب المنتظر انها تقدم حاجه ممكن تكون مرتبطه بالجانب ده هي لعبه ريد ديد ريدمشن 2، او اهتمام تيك 2 الشركه المالكه روكستار بان هم يقدموا النوع ده من التجربه دي في الالعاب بتاعتهم. وكان ليهم تصريح في الفتره اللي فاتت، وكان ليه يعني ممكن نقول اكتر من تفسير او اكتر من زاويه ممكن نبص على الرد ده من خلالها. هم مش عاوزين يندفعوا ان هم يقدموا حاجه ممكن تكون بتقلد النوع ده من الالعاب في الوقت الحالي، وشايفين ان نجاح حاجه زي كده، وخصوصا مع ان لعبه زي فورتنايت لعبه مجانيه، ما يخليهمش يفكروا في الوقت الحالي في تقديم تجربه بالشكل ده. وفي الوقت الحالي الافضل ليهم ان هم يدوروا على تقديم تجارب ممكن تكون مبتكره، ممكن تكون احسن، وتخلي الالعاب بتاعتهم مميزه شويه. في تفسيرين لحاجه زي كده، اما ان هم مش عاوزين يعملوا العاب باتل رويال عموما، ومش هيقدموا حاجه زي كده في ريد ديد ريدمشن على الرغم من الاشاعات اللي اتقالت في الفتره اللي فاتت، يا اما هم عاوزين يخلوا الاستوديوهات بتاعتهم يفكروا في حاجه ممكن تكون مبتكره لتقديم النوع ده من الالعاب. ولعبه باتل فيلد 5 في تفاصيل صغيره بتطلع عنها من حين لاخر، وده بخصوص الجيم مودز الجديده اللي هتكون موجوده في اللعبه. هم اتكلموا في الفتره اللي فاتت عن 2 جيم مودز بس اللي هم كونكويست والجيم مود اللي كانت قدم في باتل فيلد 1 وهو اوبريشنز، لكن هيكون في جيم مود ثالث جديد اسمه ايربورد، وده من اسمه هيكون في انزال للناس اللي بتلعب وخصوصا في الجانب الهجومي عن طريق الطيارات، ودي حاجه بتفكرني بواحده من الخرائط اللي كانت موجوده في لعبه زي
باد كومباني 2 كان برضو كان الناس بتنزل في الاول عن طريق باراشوتس والكلام ده. ومع وجود حقوق انتاج العاب لستار وورز في EA متوقع ان احنا ممكن نشوف العاب اكتر في المستقبل، على الرغم ان معظم الالعاب في الوقت الحالي ما نعرفش عنها معلومات كتيره، لكن في طلبات توظيف من EA فانكوفر، ده الاستوديو اللي عمل العاب زي فيفا وبلانز فيرسس زومبيز، وطلبات التوظيف الجديده عندهم بيتقال من خلالها ان هم عاوزين ناس يشتغلوا معاهم على لعبه ستار وورز جديدة، وهيكون في جانب للقصة من خلالها ما تقلش حاجة اكتر من كده عنها، هل هي هتكون لعبة عالم مفتوح ولا لعبة انظمها، بس المتوقع انها مش هتكون لعبة خطية اكيد، واكيد هيكون فيها شغل اونلاين بحيث ان هو يتناسب مع الاي اي بتطمح ليه في الوقت الحالي. وفي اشاعة ظهرت في خلال الفترة اللي فاتت ولو طلعت صح يعني لا حول ولا قوة الا بالله، وهي ان لعبة كراك داون 3 محتمل انها تتأجل ل 2019. اللعبة دي متأجلة من السنة اللي فاتت للسنة دي، ومفيش كلام كتير جدا عنها من مايكروسوفت، مش عارف ليه، انا حاسس ان مايكروسوفت خايفين من اللعبة. وبعد كده الاشاعة دي جاية لنا دلوقتي وبيتقال ان اللعبة هتتأجل تاني ل 2019. احنا بقى لنا تقريبا داخلين على 3 سنين اللعبة دي بتتأجل، او اللعبة دي مش عارفين هي تنزل امتى، وكمية المعلومات اللي بتتقال عنها ممكن تكون ضعيفة جدا في وسط موقف مش حلو للألعاب الحصرية اللي بتقدمها مايكروسوفت في خلال السنة دي. انا ما لعبتش ولا لعبة منهم لحد دلوقتي، بس التقييمات والاراء حواليكم اعتقد انها موضحة لكم قدين الألعاب دي ممكن تكون مش مقدمة المستوى اللي احنا منتظرينه من شركة زي مايكروسوفت. وبالنسبة لحاجة تخص البلاي ستيشن، لعبة God of War مفروض ان في كمية اسرار مختلفة جوه اللعبة، الناس قدرت انها تكتشف بعضها في الفترة اللي فاتت، زي فكرة ان يكون معاك حاجة قريبة من Infinity Gauntlet بتاع سانوس في اللعبة، وده عن طريق تجميع بعض الايتمز. وكوري بارلوج مخرج اللعبة كان في مقابلة معاه مع موقع اسمه جيمينج بولت، وقال لهم ان في سر واحد لحد دلوقتي الناس ما قدرتش انها تكتشفه، والله اعلم هو قصده بقى على سر يخص الجيم بلاي ولا سر تاني يخص القصة، لان القصة حتى من الفيديوهات اللي هو كان بيتكلم فيها عن بعض الحاجات اللي تخص تطوير اللعبة في الفترة اللي فاتت، وضح تفاصيل صغيرة جدا في اول اللعبة كانت ليها علاقة باهم الاحداث اللي حصلت في وسط القصة. وانصحكم لو انتم مخلصين اللعبه تروحوا تشوفوا الثلاث فيديوهات اللي هو قدمهم، وكان فيهم معلومات ممكن تكون حلوه جدا. بعد كده استوديو ماشين جيمز اللي عملوا لعبه وولفنشتاين في الوقت الحالي تقريبا كده خلاص هم شغالين على الجزء الثالث، ومع شغلهم عليه بداوا يلمحوا في الكلام ان هم عاوزين يغيروا شويه في الفورملا المعتاده او التركيبه اللي احنا بنشوفها في الجيم بلاي بتاعت لعبه زي وولفنشتاين. وحسب كلامه ان التغييرات اللي هم عاوزين يعملوها مش هتغير اللعبه بشكل كبير، ولكن هتخلي تجربه اللعبه تكون مثيره للاهتمام للشخص اللي بيلعب اكتر بكتير من اللي هم قدموه في ذا نيو اوردر وذا نيو كلاسز. مخرج لعبه شادو اوف ذا توم ريدر اتكلم عن جانب الصعوبه في اللعبه اللي جايه، ودي حاجه بيتم انتقادها في حته معينه في الاجزاء اللي فاتت، وهي صعوبه البازلز. البازلز ممكن تكون في الاجزاء اللي فاتت ما كانتش بنفس الصعوبه اللي احنا كنا بنشوفها في الاجزاء القديمه، وهو قال من خلال فيديو كده صغير جدا اتكلم فيه عن البازلز بالتحديد انها هتكون صعبه، وعرض رسومات مرسومه بالايد للبازلز دي نفسها، وهو بيوعد ان اللعبة كتجربة عموما هتكون صعبة سواء في الكومبات او في المهمات او في البازلز بالتحديد. وكابكوم بمناسبة مرور 30 سنة على نزول لعبة ميجا مان قرروا ان هم يعلنوا عن جزء جديد منها، وهو ميجا مان 11. ومن الواضح جدا من الجيم بلاي اللي اتعرض من اللعبة ان هم هيلتزموا شوية بنفس الجيم بلاي اللي احنا كنا بنشوفه الاجزاء القديمة، ولكن في بعض الافكار الجديدة اللي هم هيعملوها زي حاجة اسمها جير سيستم. وعموما اللعبة هتنزل في شهر اكتوبر اللي جاي على بلاي ستيشن 4 اكس بوكس 1 بي سي ونينتندو سويتش. واخر حاجة هنتكلم عنها في الفيديو النهاردة هي بخصوص لعبة جديدة انا شفت فيديوز ليها في الفترة اللي فاتت، واللعبة اسمها وورلد وور 3، وواضح كده انها عاوزه تاخد التجربه ممكن تكون قريبه شويه من الاجزاء اللي هي الحرب الحديثه اللي احنا شفناها في باتل فيلد، وهم بالفعل عاوزين يعملوا زي معارك كبيره والجو ده، وفي وسط جو تخيلي للحرب العالميه الثالثه. وشكل عام اللعبه يوحي ان هو مبشر شويه، وقالوا برضو ان اللعبه هيكون فيها باتل رويال. عموما دي كانت كل الاخبار تخص الحلقه دي، لو انتم كالعاده عاوزين تعرفوا تفاصيل اكتر هتلاقوا كل اللينكس موجوده في الديسكربشن. وفي خلال الاسبوع ده ان شاء الله هيكون في الريفيو بتاع لعبه فامباير. انا لعبت اللعبه في الفتره اللي فاتت، خدت نسخه مراجعه منها، وان شاء الله هقدم لكم الريفيو بتاعها في خلال اليومين اللي جايين دول، ومحتمل اكون خلصتها وقت ما انتم بتتفرجوا على الفيديو. وبالاضافه للفيديو الاسئله والاجوبه اللي انا كنت المفروض ان انا اقدمه يوم الجمعه اللي فاتت، بس حصلت لي شويه مشاكل ممكن اقول صحيه شويه وما خلتنيش ان انا اقدر ان انا اسجل الفيديو ده خالص، ان شاء الله هسجله ويكون نازل في خلال الاسبوع ده. وطبعا نجهز بقى في خلال الاسبوع اللي جاي بقى للفيديوهات بتاعت E3، وعشان تبقوا عارفين كويس جدا انا هقدم كل الفيديوهات بعد لما كل المعارض تخلص، بحيث ان انا اقدم رايي واتكلم عن كل المعلومات اللي اتقالت بشكل كامل. فأتمنى كل الحلقة دي عجبتكم، ما تنسوش انكم تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، واشوفكم في فيديو جديد.